لو الحكاية فيها إن فيتو ان شاء الله بقى 2-0 ولا 1-0 بقى حلوة تعادل او 1-0 برضو زي الماتش اللي فات اتوقع مصر كله مصر 2-0 مصر هتكسب 1-0 الماتش الجاي يعني نقلب من الشعب من 2-3-0 يوم 26 2-0 محمد صلاح واحمد علي 3-0 العالمي ان شاء الله هنجيب بتاع 2-0 ان شاء الله عبد الله السعيد ومحمد صلاح محمد صلاح اللي هيجيب الجول او تريزيجيه ان شاء الله محمد صلاح ومين هو فكره تريزيجيه وصلاح هم دول اللي موجودين هو بقى منتخب مش موجودين اصلا ان شاء الله باذن الله محمد صلاح ان شاء الله واحمد علي اللي هيجيب ان شاء الله محمد صلاح ومروان محسن ان شاء الله ان شاء الله انا بتوقع كده تريزيجيه ويا ريت يجيب احمد علي مكان مروان محسن محمد صلاح وتريزيجيه والثالث انا بتوقع لك احمد علي محمد صلاح وتريزيجيه وايمن عاشور